تسمح لي اطرح السؤال وانا اتفضل يعني وانتوا قاعدين مش لازم حد يقوم يا جماعه. اولا انا شاكر لحضرتك جدا على هذه الصراحه وهذا الوضوح. ونحن كصحفيين من تابع مجلس الوزراء كنا بالفعل في امس الحاجه لطبيعه هذا الحوار منذ فتره طويله، وبهنى حضرتك طبعا بتجديد القاده السياسيه لحضرتك. وبناء عليه اريد ان اطرح هذا السؤال الانساني. اولا، ماذا قال لك الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كلفك بهذه المسؤوليه؟ هناك صور وهناك فيديوهات للقاء الاول حينما كلفك بهذه المهمه، لكن لا نعلم ما الذي حدث. بماذا اوصاك دوله رئيس الوزراء؟ هذا هو السؤال الاول. على السؤال الثاني خاص بطبيعه ما قلته حتى هذه اللحظه، هل هذا هو البرنامج الحكومه الذي سيطرح على البرلمان يوم الاثنين القادم؟ يعني نستطيع أن نحدد من خلال ما ذكرته أن هذا هو برنامج الحكومة. والنقطة الثالثة والأخيرة هي خاصة بكلام حضرتك على أن الأسبوع الثالث من يوليو سيكون هو الأسبوع النهائي لحل إشكالية الكهرباء. هل معه سيتم إعادة فتح الأسواق مرة أخرى أو المحلات مرة أخرى، أم سيبقى الأمر كما هو حتى لو حلت مشكلة الكهرباء؟ لأن ده سؤال الناس بتسأله في الشارع. وشكرا لحضرتك. احنا سألنا كده مجموعة اسئلة، ممكن ارجو بعد كده ياريت يبقى سؤال واحد بس بعد اذنكم. لكن خليني بس عشان ارد على حضرتك، طبعا في لما تشرفت بلقاء فخامة الرئيس في تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة، سيادته اكد على حاجات مهمة جدا. قال احنا الدولة المصرية بتمر بتحديات غير مسبوقة، والتحديات الخارجية بتفرض يعني تداعياتها بصورة كبيرة جدا 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 على الوضع الداخلي. والدولة يعني ظروفنا، ويمكن كانت ان على مدار 4 سنين متواصلة في ازمات غير مسبوقة، بدءا من كوفيد او لغاية الوضع اللي احنا فيه النهاردة، وكلها كانت يعني زي ما بيتقال باللفظ العالمي external shocks، يعني أو صدمات خارجية وليها تداعياتها على الداخل. فكان التركيز الشديد ضرورة وضع حلول عاجلة وحلول مستدامة لهذه الصدمات والأزمات، حل مشكلة أزمة العملة بصورة نهائية. ويمكن سيادته دايما كان بيقولها، ولكن كان تكليفه واضح، طول ما عندنا أزمة دولار، طول ما عندنا ان احتياجاتنا اكتر من مواردنا، هنظل معرضين في المستقبل لتكرار نفس الازمه. فكان التكليف الواضح ضروره انهاء هذه الازمه، لازم تبقى مواردنا من العمله الصعبه تفوق احتياجاتنا كدوله. لو وصلنا لهذا الوضع لن يكون هناك اي نوع من التخوف بعد كده لاي صدمات. الدولة قطعت فيه كلام ده شوط كبير، ولكن ده كان توجيه واضح ان لازم الحكومة دي تبقى مرتبط عملها بهذا الهدف، ولازم يبقى في اسرع وقت ممكن نصل الى هذا المستهدف. كان يعني توصية سيادته ان ناخد وقتنا في اختيار افضل كفاءات للمرحلة القادمة تكون قادرة على التعامل مع الملفات اللي موجودة، ونقدر ازاي ان احنا نتحرك بصورة سريعة. وكان زي ما قلت لحضرتك، وده اللي يمكن طلع جزء منه في خطاب التكليف، اللي دايما التواصل المستمر والدائم مع المواطن، وإحاطة كل المواطنين بكل المستجدات. وأرجو يعني النقطة دي لازم ناخد بالنا منها، يعني يمكن دي ظروفنا احنا كدولة في الفترة دي، وشاء القدر ان احنا نبقى موجودين كمسؤولين تنفيذيين في الفترة الغير مسبوقة دي. إذا رجعنا شوية بالتاريخ وكلكم يعني تقدروا، ما كانش فيه يعني أنا آسف سرعة وتيرة التغيرات والصدمات اللي احنا بنواجهها دلوقتي. يعني إذا رجعنا كده بالذاكرة ما قبل 2011، ما كانتش الدنيا يعني التحديات الخارجية أو الظروف بهذا الشكل. فكانت فكرة إن تقدر أي حكومة تخطط على مدى بعيد لديها هذا يعني مش هقول الرفاهية، كانت عندها هذه المساحة. إنما إحنا النهاردة عندنا أكتر من تحدي، تحديات إن إحنا في ظرف شديد الاضطراب، ظروف شديدة الاضطراب، عندنا مشاكل داخلية عايزين نحلها، وفي نفس الوقت لازم نضع خطط مستقبلية لنمو البلد. فالحقيقة التحديات بتفرض إن إحنا نختار شخصيات تكون قادرة على التعامل مع هذا الموضوع. وأنا الحقيقة يعني كل اللي بطلبه من المواطنين، وبنتهز الفرصة يعني ندي فرصة أو مساحة
للوزراء والمحافظين ان هم يشتغلوا، لان على طول اول من امبارح ابتدى يعني تظهر نقاشات وكلام. ندي الفرصه للوزراء والمحافظين ان هم يبداوا شغلهم ونقيمهم، وهنقيمهم ولن ننتظر لفترات طويله علشان نوجه ونغير التوجه علشان نضمن النجاح في خلال الفتره القادمه. ده اول شيء. بالنسبه للي انا قلته، دي مستهدفات اللي جات لنا في تكليف سياده الرئيس للحكومه، ده اللي احنا دلوقتي بنترجمها لتفاصيل عشان تبقى هي دي قوام البرنامج اللي ان شاء الله هنعرضه في البرلمان. لكن هي دي الاهداف اللي تترجم لمشروعات وخطط وبرامج نعرضها ان شاء الله على البرلمان علشان ناخد ثقة البرلمان في خلال الفترة القادمة بإذن الله. دول اهم. السؤال الثالث، بص يا فندم، احنا بنتكلم على منظومة ترشيد، ولازم ان احنا نبقى واخدين بالنا من هذا الموضوع. لازم يحصل ترشيد، والترشيد بيحصل من حاجات كثيرة جدا. يعني احنا اتكلمنا المواطنين نفسهم لازم يرشدوا في بيوتهم. حتى لو انا حليت الأزمة زي ما بقول لحضراتكم، وانا بتكلم على فترة الصيف، وده اللي انا قلته، ونحاول بنشتغل على بقية الحل الأزمة بصورة دائمة ان شاء الله قبل نهاية السنة. لكن أأكد تاني، جزء من حل المشكلة دي في عملية الترشيد. يعني انا لو رشدت 10% من الاستهلاكات بأي صور مختلفة، خلاص ممكن الأزمة كلها تتحل وما احتاجش أي موارد دولارية إضافية أروح أدفعها علشان أجيب مواد بترولية. جزء من الترشيد اللي الخبر قالوا عليه موضوع غلق المحلات، وقالوا المحلات تبقى يعني 10 مساء، ويعني أثير اللي بيحصل في الخارج إن المحلات بتقفل بدري عن كده، ولكن أنا عارف طبيعة الشعب المصري وطبيعة المحلات، ودي فيها فرص العمل وأكل عيش، فعشان كده قلنا هذا الكلام. لكن هنستمر في الفترة الجاية على نفس الإجراءات الترشيد علشان بس يبقى الموضوع نحقق عملية التوازن إن شاء الله.